اهلا بكم في حلقة جديدة وفيديو جديد. اوقات كتير لما بتيجي تستخدم السيارة علشان تتحرك بيها، سواء الرجوع للخلف او التحرك الى الامام، تلاقي ان العربية ما بتتحركش معك. واوقات تانية بتيجي تدور العربية تلاقي العربية مش عايزة تدور معك. الموضوع كله بيكون متعلق بمنظومة الفتيس او منظومة الجير بوكس الاوتوماتيكي. وطبعا علشان تبدأ تحدد المشكلة، سواء المشكلة داخليا في الجير او مشكلة خارجية، بتبدأ اول حاجة تفحص سلكتور الجير، او زي ما بيقولوا عليه بالبلدي مشط الفتيس. مشط الفتيس بيكون راكب اعلى الجير بوكس. مشط الفتيس بيكون متوصل بفيشة وبيكون عليه راكب واير. الواير ده ماشي معانا وداخل جوه العربية، متوصل بعصاية الفتيس. بص الواير معايا ده اللي بياخد النقلات اهو. لما بتيجي تستخدم عصاية النقلات علشان تجيب الار الريفرس، بيتحرك معاك السلكتور. طب انت عايز الان، بيتحرك معاك على الان. عايز الدي، بيتحرك معاك على الدي. طيب المشكلة بتكون فين؟ بيكون في نقطة اتصال العصاية بسلكتور الفتيس. الواير بيكون متوصل من العصاية من تحت الكونسولة لغاية قدام. طيب تعرف العطل ده ازاي؟ او تعرف مثلا العربية مش عايزة تدور ليه؟ هنا عندك الفتيس على الان. لما تيجي تروح على العداد تلاقي الفتيس على الدي، وهو تحت هنوت على الان بالشكل ده. يبقى الواير مخلي مشط الفتيس قدام على الدي درايف، وهو هنا على الان، يبقى فالت من العصاية. عشان تفك كونسولة الكيا سيراتو 2011، بتيجي هنا تنزل تلاقي فيه مسمار، وبيقابله في الجنب التاني مسمار بالشكل ده، تمام. بعد كده بتيجي على المخدع هنا هو، بتيجي ترفع المخدع بتلاقي فيه حتة فبرة بالشكل ده، بتلاقي فيها تحتيها مسمارين 10. تيجي بعد كده جنب السوكت بتاع حزام الامان بتلاقي فيه مسمارين اهو، اهو بتحلهم، وقصادهم في الجنب التاني مسمارين. وبعد كده بتيجي بترفع فرامل اليد، بتحل الطبه اللي هنا، وساعات بيكون في طبه هنا اهوت في بعض العربيات مش موجوده، ولكن هنا عندنا مش موجوده سهله. بتيجي ترفع فرامل اليد، بعد كده بتيجي تسحب الكونسوله لفوق والورا، تشد تلاقيها طلعت معاك. بعد كده العصاية هنا هوت بتفك، بتلف كأنك بتفك، تلاقي نزلت معاك، وعند التقفيل ربط. بعد ما رفعنا المخدع من مكانه، جينا بصينا هنا عند عصاية الغيارات، لقينا ان الواير بتاع الترانسميشن او الفتيس مش راكب في مكانه بالشكل ده. لما تيجي تحرك كده، طبعا انت بتحرك العصاية ومفيش حركة من بره للسلكتور، فطبعا هنا الواير ما بياخدش حركته بالشكل ده، تمام. فطبعا هنا بيكون في جلبة على الواير علشان ما يخرجش من مكانه. طيب الجلبة دي باظت هتعمل ايه؟ ليها حلول كتيرة. طبعا ده بيكون كده مكانه الاساسي بالشكل ده. طبعا اللي بيبوظ في الواير او في عصاية الفتيس، هنا بيكون في الواير في جلبة زي ما هو واضح. طبعا الجلبة دي اللي هي زي ما تكون ابيض مخدر كده شوية، او بالشكل ده اهي الجلبة دي. دي الجلبة ديت مع حرارة الشمس والاستعمال بتبدأ تتكسر وتتفتول، تخلي الواير ذات نفسه يقع من عصاية الفتيس. طبعا الجلبة دي عندنا احنا ما لقيناهاش، فانت بتضطر بتجيب واير كامل علشان تركبه. ولكن انا هعمل طريقة بسيطة وطريقة سهلة ان انت تركب بيها الواير وتثبته من غير ما تحتاج للجلبة الصغيرة ديت. علشان تعالج المشكلة بشكل بسيط وسهل، اول حاجة عملناها هنا هو تحت الفبرة البنز اللي طالع ده، جبنا مسمار شك وقطعناه على قد المقاس بالظبط، واستخدمنا وردة كبيرة علشان الواير ما يخرجش منها بالشكل ده. وبدأت اربط المسمار بداخل البنز البلاستيك اللي خارج. طبعا بقى الموضوع بالشكل ده
مية مية وماسك وعشرة على عشرة. بالإضافة اللي أنا جبت كمان سلك رباط رقيق جدا، ربطته من ورا هنا هوت ولفيته على الواير علشان يحكم معايا الموضوع بزيادة، بدل ما أنت تشتري أو تكلف نفسك تكلفة غالية واير أو كليبس غالي أو أيا كان. فكان الحل بسيط جدا ان انت بتجيب مسمار، حتى لو انت هتغير كل ده احنا بنعمل حل مؤقت يمشيك بالشكل ده. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل زر الجرس على الكل علشان يجيلك كل الفيديوهات اللي انا هنزلها الوقت الجاي في القناة. وفي القناة عندي هتلاقي فيديوهات كتير بتهتم بصيانة السيارات واصلاحها، ويشرفني اشتراكك بالقناة. قبل ما تيجي تقفل الارم ريست او الكونسولة بتاعة العربية، تخلي بالك ان فيه هيكون فيشتين بالشكل ده. في فيشة طبعا هتركب هنا اهو، واحدة واحدة، وفي فيشة طبعا تانية تكون فيشة دكر فنتاية بالشكل ده. كده انت قفلت كل الفيش، وتبدأ ترفع الارم ريست من ورا وتبدأ تبين بالشكل ده. طبعا وانت بتقفل بتيجي هنا طبعا، ادي المسامير اللي كنا حلناها بالشكل ده، تبدأ تقفل وتربط بالشكل ده. والجنب التاني هو برضو هنقفل مساميره الشكل ده. وطبعا اهم مسمارين اللي موجودين داخل الكونسول او المخدع الشكل ده. زي ما واضح كده دوت المقبض بتاع الستيك شيفت او عصاية الفتيس، وده الكفر اللي بيغطي العصاية من تحت وبيداري على المسمار مكان ما انت بتكون رابط. طبعا اول حاجة بتيجي تعملها بتبيت الكفر تحت، وبعد كده بتثبت المقبض او الستيك شيفت في عصاية الفتيس. وخلي بالك هيكون في مسمار بيثبت العصاية في عمود الفتيس او في مقبض الفتيس. بعد كده باستخدام مفك بتيجي تبدأ تربط المسمار بعد ما بتظبط المقبض بالشكل ده وبتحرق عليه كويس جدا. بعد كده بتيجي تظبط الكفر بتاع عصاية الفتيس، طبعا هو ليه كذا اتجاه، انت بتظبطه على الاتجاه اللي تلاقيه مناسب ليك وبتربط. يعني انت وانت بتثبت بتربط، ولو عايز تفك بتفك العكس بالشكل كده هو. طيب نشوف مع بعض لو عايز نحل اهو، لو انا عايز افكه انا كده هو ترابط، لو انا عايز احل بفك العكس اهو بحل العكس. طيب اربط اهو كده ركب معاك مية مية بالشكل ده، ادي حل والرباط اهو تلفه تربط. ونيجي دلوقتي ندور العربية، طبعا مش هتدور معانا لانها على الار، فهنروح مدينها باركن بي وندور نلاقيها دارت معانا عادي جدا. طبعا ندي بقى الغيارات، لاحظ معايا في التابلو ادي على حرف البي، بعد كده الار، بعد كده الان، بعد كده الدي درايف، ورجعت العربية لحالتها كما كانت.